شلون عالجتي؟ انا رحت عند الطبيبه النفسيه اوكي، في ابو ظبي، رحت عند طبيبه نفسيه تدرين ان موضوع الطبيب النفسي عندنا خصوصا في الخليج والوطن العربي يعتبر شيء مو متداول وشيء وايد صعب، ومليت وانا اتكلم في هذا الموضوع، انا شخصيا مليت وانا اتكلم في هذا الموضوع. ما في الاهل اذا ياهم ولدهم او بنتهم قالوا لهم براجع عند طبيب نفسي، قالوا لا اسكت، لا حد يدري، فشله، احنا ما عندنا واحد مينون، احنا ما عندنا واحد مختل وغيره، مما يخلي يمكن في وايد من الحالات ان هي التأذى. بلقيس، انا رحت عن طبيب عن طبيبه نفسيه فتره من الوقت، ورحت عن طبيب نفسي حق فتره من الوقت، وانت اليوم قاعده تقولين ان انت رحتي حق طبيبه نفسيه. بلقيس، ايش كثر فادك الموضوع؟ لا، غير حياتي طبعا، غير حياتي للأفضل. لأنه أنت بمجرد ما تحكي القصة للطبيب، الطبيب أوريدي قاعد يكتب ويشخص أنت إيش نوع الحالة اللي عندك. فلما يقول لك أنت يا علي مصاب بكذا، أنت نص القلق اللي عندك راح، أنت عارف أنك راح أنت طبيعي وعندك مرض بسيط وراح تتعالج منه. صح. لكن لما تكون أنت عايش في أوهام بينك وبين نفسك، وتقرأ على جوجل في المنتديات اللي تهول تعطيك البلاوي الزرقاء والتأليف، انت راح تعيش في دوامة لن تستطيع الخروج منها، وبكرة راح تأثر عليك كشخص عامل في المجتمع، بتتزوج وبيصير عندك أولاد، وراح تمارس كل العقد النفسية اللي عندك اللي ما تعالجت على أولادك، وراح تنتج جيل عنده عقد نفسية وما إلى ذلك. فهو الموضوع مثل كرة الثلج صغيرة وتكبر. فإذا رحت عند الطبيب النفسي راح يشخص لك مرضك، لأنه هو زي ما أنت تعاني من عوار في جسمك، عوار في راسك وتروح تتعالج منه، هو نفس الشيء ترى، عوار في صح، النفسية وعوار النفسية صعب. والنفسية محتاجة، النفسية محتاجة يا أيوه بلق. أيوه والله، النفسية محتاجة تذكرة مو وعلى عيب، المطار. اي والله مو عيب، مو عيب ومو خطأ. وعلى طاري مو عيب، أوجه تحية للعزيزة الغالية الصديقة الشيخة ماجدة الصباح، اللي متولية فكرة الصحة النفسية بشكل جدا ذكي عندنا هنا بالكويت وقاعدة تنتشر بالخليج. برافو، الله يوفقكم، وشكرا على رسالتك هذه بلقيس، لأن أنت مؤثرة، ويمكن اليوم الناس لما يسمعون إجابتك على هالسؤال هذا وعدم خجلك من الموضوع، بل أنت فخورة إيش كثر غير حياتك، يمكن هذا يساعد أيضا في أن الناس تتقبل هالفكرة هذه أكثر. زين،